مرة أخرى يعود الحديث عن الأدوية إلى الواجهة، فوفق توصيف كثيرين يعيش القطاع منذ أيام أزمة نقص حاد في الأدوية داخل المستشفيات والصيدليات. معضلة تزيد تفاقماً حين يتعلق الأمر بنقص أدوية مرضى الحالات المزمنة. الظروف الصحية التي يعيشها العالم اليوم بسبب انتشار جائحة كورونا وما خلفته من صعوبة استيراد الأدوية واحتكار توفير أدوية الأمراض المزمنة على المركزية لشراء الأدوية والتجهيزات والمستهلكات الطبية الموريتانية أسباب يرى العاملون في قطاع الصحة أنها ساهمت في تفاقم الأزمة. المشكلة أنها كانت في الأدوية المزمنة كانت ياسر من الناس أدواها قاعد يجيبوا من الخارج. على سبيل المثال أنا كنت جاي من الخارج، والله جاي قريبي من الخارج يطفق لي أنستوك من أدوية، وبالتالي على ذاك الأساس كان السوق ما هو ظاهر عليه ولا هيش عليه ذاك اللي له ذاك من النقص اللي يخلق ضروك الخارج ما تلا جاي منه شيء. والدول المولي الأساسي اللي أمراض المزمنة كي السكر وكي أدوية التانسيو عاد مختصر على كامك، وبالتالي انقبل من الشرائط الخصوصية على الأساس عاد هو اللي يبدأ الخلل يبدأ النقص يخلق من فم. مواطنون عبروا عن قلقهم من عدم توفير هذه الأدوية، معتبرين أن قطاع الصحة يعيش أزمة حقيقية، فأصحاب الأمراض المزمنة مضطرون حين لا يجدون الدواء المطلوب إلى مراجعة الطبيب لأخذ دواء بديل، ما قد يتسبب في تطور حالتهم الصحية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية الأدوية المزمنة قضية قطعا مطروحة قطعا في الشارع الموريتاني الأيام، وإحنا هون أمام معضلتين. المعضلة الأولى هو أنها قطعا ما هي موجودة، فيها مطالب كبير عليها ولا هي موجودة في السوق. والطلب الثاني نعرف أن الوضعية الحالية ظهرت عالميا خالقة، غير بعد يلا الحكومة تقبل إجراءات فورية لتوفيرها في السوق، قال إنها مسؤولية الحكومة يلا تقبل فيها المسؤوليات اللازمة. وكانت وزارة الصحة قد عقدت اجتماعا حول تدابير توفير الأدوية غير المتوفرة في السوق الموريتانية، وصرح وزير الصحة نذير والحامد في لقاء صحفي بمحاولة توفيرها خلال الأيام القادمة وبأسعار التكلفة.